دكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة في البرلمان، حضرتك كلمنا عن المؤتمر وعن زراعة الرئة. احنا النهاردة في المؤتمر 21 للجمعية العلمية للشعب الهوائية، وهذا المؤتمر يعني السنة دي فيه يعني موضوعات هامة وكثيرة جدا، من ضمنها موضوع زراعة الرئتين. هو زراعة الأعضاء عامة من المواضيع اللي دايما بتبقى موجودة، بس السنة دي بالذات بعد تفعيل يعني ان احنا بنحاول تفعيل زراعة الأعضاء من المتوفين حديثا، ده مهم جدا في زراعة الرئة. يمكن احنا عندنا اكتر من 12 استاذ من دول العالم المختلفة اللي عندهم خبرة، في منهم 2 متخصصين في زراعة الرئة وعندهم خبرة كبيرة في زراعة الرئة من المتوفين حديثا، بناخد خبرتهم بنجهز نفسنا. يمكن جامعة عين شمس اعلنت واطلقت انها هتبتدي البرنامج زراعة الرئة من متبرع حي، ثم تدريجيا هتبتدي الزراعة من المتوفون حديثا عشان الموضوع يستمر. الزراعة نفسها مش في التكنيك مش حاجة صعبة، ولكن هي ما حوالين هذه الزراعة، اعداد المريض قبل وبعد، وهو فريق عمل بيتكون من باطني اللي هو دكتور صدر، من علاج طبيعي، من جراح، سواء جراح صدر او جراح للأوعية الدموية، من حد مسؤول عن المناعة، لمعمل قوي لعمليات لرعاية مركزة. فهي فريق متكامل لزراعة الرئة وكمان لبقية زراعات الأعضاء. دكتور امتى هتبدأ عين شمس؟ عين شمس بتجهز ان شاء الله خلال الشهر القادم، هم هيبتدوا العيادات ابتدت من اول الشهر اللي فات، عيادات اعداد العيانين، انا زي ما بقول لك الاعداد ده بياخد وقت، وان شاء الله خلال شهرين ثلاثه هتبتدي ان نشتغل فيها زراعه من متبرع حي اللي هو زراعه اللوب اللي هو الفص. ممكن يا دكتور تشرح لنا يعني هل زراعه الرئه بتختلف عن زراعه الكبد؟ زراعة الرئة بتختلف عن زراعة الكبد، لان احنا زراعة الكبد من متبرع حي كان بيحصل ان لو مريض عنده مشكلة في الكبد، يا اما لو كان ورم يستقصد، لو ما كانش ورم بزرع فص صغير من متبرع وبعد كده الفص ده يكبر، يعني اما اب مثلا يتبرع لابنه او اخو يتبرع لاخوه، بعد الفص اللي احنا بناخده او الجزء اللي بيتاخد بيكبر تاني وبينمو تاني. في الرئة لا، لو حصل ان الاب او الام تبرعوا بفص منهم، الفص ده خلاص راح، فلازم نتأكد تماما انه مش هيأثر على الوظائف التنفس بعد كده. عشان كده في الرئة بالذات 99% من الحالات بتعمل من متبرع حديث الوظائف. دكتور هي بتحتاج 2 متبرعين يا دكتور؟ ده في زراعه زي ما الزراعه من المتبرع الحي بتحتاج 2 متبرعين، لان احنا محتاجين فصين. كلمنا على المؤتمر هيناقش ايه يا دكتور؟ المؤتمر هيناقش مواضيع كثيره، من ضمنها مبادره اللي هي صحه الرئه، من اول صحه الرئه دي، من اول البيئه المحيطه للحاجات الوقائيه زي عيادات الاقلاع، زي الاقلاع الى امراض الشعب الهوائيه زي حساسيه الصدر والسد الرئويه، زي امراض الرئه اللي هو تليفات الرئتين، زي اورام الرئه والكشف المبكر عن اورام الرئه، ثم العلاجات سواء جراحيه او العلاجات اللي هي بعد كده زي ما بنقول زراعه